مع تطور دور المرأة في العصر الحديث وانخراطها في سوق العمل، تبدو الحاجة ماسة أكثر من أي وقت مضى للدفع باتجاه وجودها في المناصب القيادية والمناصب بالهياكل التنظيمية للمؤسسات. ومن هنا كان هذا التدريب حول منهجية انهضي في مركز العودة بمدينة طول كرم. أوجدنا أول شيء المساحة آمنة إن نقدر نحكي في مواضيع إحنا ما بنقدر نحكي فيها بحياتنا اليومية أو بحياتنا العادية. ناقشنا ودخلنا بمواضيع كثير، عرفنا كيف نعزز دور المرأة في الحياة السياسية، في الحياة الاجتماعية، عرفنا القيادة التحويلية، استفدنا كثير أشياء وحكينا في كثير مواضيع وطلعنا بكثير مبادرات كمان راح تفيدنا وراح إحنا نشتغل فيها بعدين لما نخلص دورتنا. طبعا إحنا أنهينا الدورة اليوم. خلال 3 أيام أخذنا عن القيادة التحويلية، كانت إشي يعني إشي جديد بالنسبة لنا عن في المرأة. طبعا إحنا في مجتمع فلسطيني عم بتعنف، عم الأسرة كاملة بتتعنف، مش بس المرأة، عم بتعنف الأب والأم والأولاد. وكانت هذه المحاضرة على أساس إنه كمان نتوعى أنا أشوف شو في فعلا مشاكل عمالها بتحصل في المجتمع الفلسطيني. تعلمنا أخذنا عن النوع عن العنف القائم على النساء من منظور النوع الاجتماعي، طبعا لأنه العنف بيأثر كثير على العنف الذي يمارس ضد المرأة، يؤثر على كافة المجتمع لأنه مثل ما حكينا هي المرأة نصف المجتمع والتي تربي نصف الآخر، فبالتالي إنه تطوير المرأة يعود بالنفع على كافة أفراد المجتمع. كانت نقلة نوعية وجديدة بالنسبة إلي، تعرفنا على مفاهيم جديدة، أمور جديدة مثل القيادة التحويلية، النوع الاجتماعي، العنف المبني على النوع الاجتماعي، طرق أو السلامة الجسدية، القيادة. وكانت تجربة كثير حلوة، استفدنا، تعرفنا على صبايا من عدة مناطق مختلفة، أخذنا خبرات متبادلة واكتسبنا مهارات كثيرة في الاتصال والتواصل وغيرها. اتحاد جمعية الشابات المسيحية وبالشراكة مع شبكة وطن الإعلامية ينفذان التدريب الذي يعنى بالقيادة التحويلية للشابات والنساء ورفع الوعي حول المشاركة السياسية والمجتمعية لهن وتمكينهن من بناء جيل أكثر وعياً. احنا بنشتغل من خلال هذا المشروع مع النساء في 3 مخيمات، نور شمس وارتاح وطول كرم، وكان الهدف من هذا التدريب انه توعية الشابات في هاي المخيمات على حقوقهم، خصوصا العنف المبني على النوع الاجتماعي. ركزنا من خلال تدريب انهضي على القيادة التحويلية، المفاهيم المختلفة عن العنف في قضايا السلامة الجسدية والمشاركة السياسية، عشان يكون في وعي لدى هدول الشابات عن حقوقهم وهم يقدروا ينقلوا هاي المعرفة اللي عم باخدوها من خلال هذا التدريب لمجتمعاتهم في المخيمات أو في المؤسسات النسوية اللي هم متطوعين فيها. في كل مرة توضع المرأة في موضع المسؤولية تثبت قدرتها على إيصال سفينتها إلى بر الأمان بتركيزها على نفسها وعلى إمكانياتها اللامحدودة التي ستنعكس إيجابياً على المجتمع بكل أطيافه في المستقبل.